يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من كان عليها قضاء من رمضان ثم نوت من الليل الصيام للقضاء لكنها لم تستيقظ إلا الفجر، فهل يجوز لها أن تفطر ذلك اليوم وقد نوت صيامه من الليل؟ لا، إذا كانت نوت من الليل ولم تستيقظ إلا بعد الفجر تستمر بالصيام لأنها ناوية ناوية ولو لم تتسحر، إلا إذا كانت ما تستطيع، إلا بسحور وأكل فتفطر. نعم.